بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في قصتنا لسورة يوسف وفي تدبرنا لهذه القصة العظيمة عند فترة دخول يوسف عليه السلام السجن، وذكرنا فيما ذكرنا أن السجن بالنسبة ليوسف كان استجابة لدعوته، دعاء دعا به عليه السلام، توجه به بإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يخلصه من ذلك المحيط الفاسد الذي طوقه من كل مكان. امرأة العزيز ما عادت مجرد فردا فقط لا يجاهر بطلبه لتلك المعصية، وإنما أصبح حسا مجتمعيا بين النساء في تلك الطبقة. طوقت هذه الطبقة يوسف عليه السلام، وأرادت بعزم وحزم أن تثنيه عن مبادئه وقيمه وإيمانه وتوحيده، وهذا الأمر ما كان بالهين ولا كان بالسهل عليه، فكان السجن أحب إليه من أن يعيش في وسط تلك البيئة الفاسدة المنحرفة ولو كانت تسكن قصرا. القرآن يعلمنا في هذه المرحلة كما ذكرنا أن الإشكالية أو القضية ليست أن تسكن قصرا أو سجنا، القضية ما الذي يسكنك أنت في داخلك، سواء كنت في قصر أو في سجن أو في مكان ضيق أو ما الذي يسكنك؟ يوسف عليه السلام كان يسكنه هم الدعوة والتوحيد، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان هناك مجال بعد ذلك في تلك البيئة المنحرفة أن يبلغ تلك الرسالة، أن يقوم بتلك المهمة. وهنا كما ذكرنا عشرات الصور والخيوط التي تربط ما بين قصة يوسف عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 13 عاما مرت على نبينا الكريم وقد ضيق عليه الخناق في مكة. مكة ما عادت هي المكان المناسب لأجل أن يوصل دعوته، هم الرسالة، هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان لابد بعد أن يضيق عليه ذلك الخناق أن يجد طريقا آخر، فكانت الهجرة. فسورة يوسف نزلت في تلك الأجواء التي كانت تهيئ قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلب المؤمنين أن قد حان الأوان، وأن هناك منعطفات في حياة الإنسان سواء كان نبي أو كان داعي أو كان إنسانا فردا ولكنه يحمل رسالة، إنسان حتى الفرد العادي منا القرآن يحمله رسالة، رسالة حمل القيم، رسالة الإصلاح، رسالة المبادرة بتوطيد القيم والأخلاقيات الغائبة في المجتمعات في الفرد. هذه الرسالة لابد أن تجد طريقها إلى الآخرين، طريقها إلى النور، فإذا ما ضاقت عليها السبل في مكان فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض واسعة وعلى الإنسان أن يسعى في ذلك. يوسف عليه السلام دخل السجن، وكما ذكرنا في نهاية الحلقة السابقة قلنا بأن السجن بالنسبة ليوسف أصبح منبرا دعويا يدعو فيه إلى الله سبحانه، والقرآن يحكي لنا هذا. ودخل معه السجن فتيان، وبدأت القصة في العلاقة بينه وبين من حوله من المساجين بالإحسان والتعامل الجيد، التعامل اليومي، التعامل الذي في واقعه هو يشكل أكبر رسالة دعوية. القرآن هنا كما ذكرنا سورة يوسف مليئة باللمسات التربوية والنفسية والدعوية، ويظهر ذلك في قول الفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف أنهما لجأ إليه لتأويل الرؤيا، ثم عقب على ذلك بقولهما إنا نراك من المحسنين، نراك من المحسنين. كيف يرونه من المحسنين إلا من خلال التعامل اليومي فيما بينهم في داخل السجن.
تأويل الأحاديث بالنسبة ليوسف كان وسيلة دعوية. ويوسف عليه السلام ذكرنا والقرآن شهد له من أول مرة، ولذلك قلنا أن محور السورة هو الإحسان، أنه من المحسنين. وهذا الإحسان سورة يوسف تعلمنا كيف نصل إليه من خلال عرض قصة يوسف عليه السلام. فتيان السجن ذكر ليوسف الرؤيا التي رآها كل واحد منهم: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. يوسف عليه السلام قال معلنا ما أعطاه وما من الله به عليه، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم عقب على ذلك فنسب الفضل إلى المنعم: ذلكما مما علمني ربي. من أعظم وسائل الوصول إلى الإحسان تذكر المنعم سبحانه وتعالى دوما، نسبة الفضل إليه. ويوسف عليه السلام بلغ أعلى الدرجات في الوصول إلى تلك المرحلة، المرحلة العظيمة، مرتبة المحسنين. وقد ظهر ذلك من خلال كلامه: ذلكما مما علمني ربي، ما أنا فيه من نعمة، ما أنا فيه من علم، ما أنا فيه من تأويل الأحاديث، ما أنا سأخبركم به في واقع الأمر هو مما علمني الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم وسائل الوصول إلى الإحسان أن تذكر المنعم سبحانه لفظا وقلبا وجوارحا، وأن تستعمل كل ما أعطاك الله سبحانه ومن به عليك في عبادته وتوحيده. لذلك نجد أن يوسف عليه السلام جعل من تأويل الأحاديث والعلم بتأويل الأحاديث وسيلة دعوية، وسيلة يدعو بها إلى توحيد الله وإلى تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى. تدبروا معي في الكلمة: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن هو ترك، وهذا الترك الذي تركه إنما تركه لأي شيء، تركه لله. وذكرنا فيما سبق أن هناك أوجه للربط والتناسب بين قصة يوسف عليه السلام ودخول السجن، وبين كذلك قصة أصحاب الكهف: تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. إذن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بالآخرة وبالبعث وما وكل ما يتعلق بها هو مدعاة لأن يكون هذا الإنسان التقي الذي عرف الله زاهدا في تلك البيئة، يحاول أن يصلح فيها، ولكن إذا سدت عليه الطرق والمنافذ فهو في أرض الله واسع، أرض الله واسع، يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر ليقوم بإيصال تلك الرسالة العظيمة التي حملها في قلبه ونفسه وضميره. ولذلك يوسف عليه السلام لم يجب مباشرة على تأويل رؤيا صاحبيه في السجن إطلاقا، وإنما بدأ بالحديث عن قضية أخرى، جره الحديث وجرهما إلى حديث آخر، حديث عن التوحيد. التوحيد كان يسكن قلب يوسف عليه السلام، توحيد الله سبحانه وتعالى، فما كان يستطيع أبدا أن يضمر تلك الرسالة، كان لابد أن يجهر بها. والسجن على ما أنه سجن وفيه كل المحددات التي يعرفها الناس، إلا أنه أصبح بالنسبة له مكانا ملائما لإيصال تلك الدعوة. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. تدبروا في الكلمة: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن هي دعوة إلى التوحيد، دعوة خالصة واضحة لتوحيد الله عز وجل. وذكرنا أن يوسف عليه السلام أعظم مزاياه ومواصفاته أنه من المحسنين، وتدبروا في كذلك كيف وصل يوسف إلى المحسنين ومرتبة المحسنين. قال: ذلك من فضل الله علينا. ذكر المنعم طوال الوقت، لسانه، قلبه، لسان حاله
يديم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المعنوية والحسية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إذا ربي عز وجل صاحب الفضل والمنة في كل شيء، صاحب الفضل والمنة حين يعرفك بذاته عز وجل، حين يرسل ويضع في طريقك من يعرفك به، حتى ولو كانت تلك المعرفة وسيلة. أحيانا بعض الأشخاص يفتح الفيسبوك أو يفتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيجد عبارة تهز أعماق نفسه تذكره بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله، من فضل الله على الناس أن يضع في طريقك وفي حياتك من يذكرك به. إذن يوسف عليه السلام ما وصل إلى مرتبة المحسنين من فراغ. أعظم وسيلة للوصول إلى الإحسان أن تديم شكر المنعم عز وجل، أن تنظر في تلك النعم التي أنعم الله بها عليك. إذا ربي عز وجل شرفك بذكره فتلك نعمة، إذا ربي عز وجل دفعك ويسر لك وهيئ لك أن تذكره، أن تقرأ آية في كتاب الله، أن تستمع إلى شيء يذكرك ويقربك إلى الله، أن تحسن الصدقة، حسناتك من عطائه سبحانه وتعالى، واستغفارك على ما أذنبت وما أخطأت وما اقترفت من فضله عز وجل. ولذلك عقب يوسف فقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إشكالية خطيرة جدا أن هناك الأكثرية من البشر ومن الناس لا يشكرون. لماذا لا يشكر الناس؟ الناس في كثير من الأحيان من أهم الأسباب التي تدفعهم إلى عدم الشكر أو نسيان شكر المنعم عز وجل أنهم يألفون النعم، يألفون ما هم فيه من الخير. كل يوم كل صباح اعتدنا أن نصحو ونحن في أتم صحة وعافية والحمد لله، اعتدنا أن نصحو ونحن نسير على أقدامنا، اعتدنا أن نصحو ونحن نتكلم، لدينا القدرة على الكلام والإفصاح، لدينا القدرة على التعبير، لدينا القدرة على السير، لدينا القدرة على تحريك الأيدي وعلى الحركة، اعتدنا هذه النعم. وكأن تلك النعم بمرور الوقت أصبحت بالنسبة إلينا تحصيل حاصل ليس إلا. والنعم حين تؤلف ويعتاد عليها قد ينسى الإنسان لفترة من الزمن وقد يطول به النسيان من أنعم بها عليه. قد ينسى الإنسان أن تلك النعم ممكن أن تكون فترة بقائها قصيرة أو محدودة. الرب الذي صح وأصح لك جسدك وبدنك ممكن أن يدخل عليه المرض. الرب سبحانه الذي أعطاك القوة ممكن أن يجعلك ضعيفا في أي لحظة في أي وقت. تلك القدرات التي وهبك سبحانه من القيام والقعود والجلوس والحركة بكل هذه الحرية، هاي نعم متجددة. ولذلك لا أميل إلى ذلك القول. بعض الأشخاص حين تسألهم كيف حالك يقول ما من جديد. كيف ما من جديد؟ كل النعم التي أنت فيها تجدد لحظة بعد لحظة، بل إن حتى في خلايا أجسادنا لو نظرنا فيها من الناحية الفسيولوجية لوجدنا أنها تتجدد بشكل نحن لا ننتفت إليه، تتجدد تلقائيا. هذا التجدد في النعم ألا يستحق منا تلك الوقفة المتجددة في الشكر؟ والشكر لا يمكن للسان أن ينطق به نطقا حقيقيا صادقا كما نطق به يوسف عليه السلام إلا حين يكون القلب مستيقظا واعيا مدركا متفهما ذاكرا لأنعم الله عز وجل. إذن من أعظم الوسائل الشكر على النعم، من أعظم الوسائل أن يشكر الإنسان ربي عز وجل على نعمه. شيء آخر يلفت النظر في قضية يوسف عليه السلام في ذلك الموقف أن يوسف كان سجينا، وهذه بطبيعة الحال كثير من الناس والشيء الظاهر أنها ليست بنعمة. إذن كيف أصبح يوسف من الشاكرين فما ذكر الابتلاء وهو السجن والبقاء فيه وهو بريء، هو بريء ومع ذلك بقي في السجن ولبث في السجن بضع سنين وهو بريء، ولكنه السجن بالنسبة إليه كان من باب ظلم هؤلاء الأقوياء. فإذا مع كل هذا يوسف عليه السلام
ما جعلته تلك المحنة التي يمر بها ناسيا لما أنعم الله عليه به من نعم أخرى. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم. بعض الأشخاص اليوم إذا حصل له لا قدر الله شيء يؤلمه، إذا فقد شيء من الأشياء تراه جزعا، تراه متسخطا، تراه لا يذكر نعمة أنعم الله بها عليه من قبل ولا من بعد، نسي كل شيء، انقلب، نكص على عقبي. هذا لا يتناسب مع معاني الإحسان ولا يتناسب مع مرتبة المحسنين. مرتبة المحسنين أن الإنسان يذكر نعمة الله عليه في كل شيء، وما أنت فيه كما فيه هو يوسف عليه السلام من محنة، من شدة، من صعوبة، لابد أن الله عز وجل له فيها حكمة، وستأتي الحكمة بعد قليل. إذن من الإحسان أن يذكر الإنسان نعم الله عليه سبحانه وتعالى، وأن لا تجعله قضية غياب، لا تجعله قضية غياب نعمة واحدة من تلك النعم ظاهرا أمرا ينسيه عن بقية النعم التي أنعم الله بها عليه. ويستمر يوسف عليه السلام في دعوته إلى التوحيد بأسلوب من أرقى الأساليب الدعوية. يا صاحبي السجن، أصبحنا أصحاب، أصبحنا أصحاب. وذكرنا فيما ذكرنا من قبل أن أحيانا بعض الظروف الصعبة تجعل هناك نوع من أنواع الصداقات والعلاقات الاجتماعية تتولد، لا تتولد في غير مكان آخر، علاقات حقيقية وليست وهمية، غير قائمة على المصالح. تسقط الأقنعة والزيف الموجود خارج السجن، أصبحنا أصدقاء يا صاحبي السجن. ولكن تلك الصداقة فرضت على يوسف عليه السلام أن يبشر بهذه الدعوة العظيمة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تدبروا في كل المعاني العظيمة، معاني التوحيد التي كان يوسف عليه السلام قد ملئت به قلبه، ملئ بها، سكنه في داخله، سكنه في ضميره، سكنه في لسانه، وما جعلته تلك الامتحانات والابتلاءات الصعبة والشديدة ناسيا لتلك النعمة العظيمة، نعمة التوحيد. ولذلك إذا الواحد فينا عرف الله وربي عز وجل عرفه بذاته عز وجل، فيا لها من نعمة، هذه أعظم نعمة. ولذلك من الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبة في الدين أكبر مصيبة، كل المصائب والابتلاءات الأخرى ممكن أن تعوض. فقدت مالا ممكن أن يعوض الله خيرا من، فقدت بيتا، فقدت الدنيا، كلها زائلة في نهاية الأمر. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولكن أخطر فقد أن يفقد الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا الفقد الحقيقي، هذه الخسارة الحقيقية. قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. تدبروا معي في الكلمة، أشار هنا إلى عيشة أن هذه العقيدة البالية، عقيدة الشرك، إنما ما جعلكم تؤمنون بها هي قضية الوراثة، أنتم ورثتموها أنتم وآباؤكم. وذكرنا فيما ذكرنا في حلقات سابقة عن التدبر أن أخطر شيء في العقيدة أن تورث، حتى إذا كانت هذه العقيدة عقيدة إسلام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنا ولدت في بيئة مسلمة بفضل الله، أمي، أبي، أهلي، أجدادي، الكل مسلمين، ولكن هذا لا يكفي، هذه نعمة من الله عز وجل. ما المطلوب مني؟ أن يكون إيماني إيمانا يقينيا صادقا، لا يقوم فقط على أني أنا أصبحت مسلم لأن أمي مسلمة، لأن أبي مسلم، لا، هذا لا يكفي. أنا مسلم لأني أنا قد آمنت وأيقنت أن هذا الدين هو الحق، أن هذا الطريق هو طريق الصواب. وهذا يحتاج إلى تجديد ثوب الإيمان، تجديد ثوب العلاقة مع الله عز وجل. ولذلك ذكرهم فقال: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هل هناك دليل على صحة هذه العقيدة؟ تدبر في الأساليب الدعوية التي كان يستعملها يوسف عليه السلام، ما بين تحريك الوجدان والعاطفة وما بين تحريك نداء العقل، ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم حين تعبدون هذه الآلهة المتعددة، أين الدليل؟
أين الدليل على أن هذه الآلهة هي الآلهة الحقة؟ أين الدليل؟ دليل العقلي، دليل الفطري، لأن الأدلة على إثبات قضية الإيمان تتنوع في كتاب الله عز وجل، كلها استعملها يوسف عليه السلام. ثم عقب على ذلك فقال: إن الحكم إلا لله، أنتم حين تنظرون في حياتكم من الذي يحكم في حياتكم؟ أصنام؟ الآلهة التي تعبدون؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يعطيك؟ من الذي يمنع عنك؟ من الذي يقدر لك؟ من سوى الله عز وجل؟ إن الحكم إلا لله، مطلق الحكم، مطلق الحكم في الكون والأرض والنفس والمال وكل شيء، مطلق الحكم له سبحانه في الأرض وفي السماء وفي الأنفس. إن الحكم إلا لله، قصرا وحصرا. فما دام أن الحكم بيده سبحانه في الأرض وفي السماء وفي النفس، إذن أنا أتوجه بالعبادة لمن؟ من الذي يستحق أن أتوجه له بالعبادة؟ الملك الذي بيده زمام كل شيء؟ أم تلك الآلهة الضعيفة الواهية التي لا قيمة لها، لا تملك من أمر ذاتها شيئا، ناهيك عن أن تملك لنفسي أو لي من أمري شيء؟ قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. توحيد. إذا كان الحكم له وهو سبحانه الحاكم المطلق، فمن الذي يأمر فيطاع؟ الله عز وجل. وقد أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتدبروا معي، قال: ذلك الدين القيم، دين يقوم على كل تلك ويقيم ويقومها على كل تلك الأديان والأباطيل والعقائد التي جاء بها الناس في ضلالهم. ولذلك عقب فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وواضح جدا أن في سورة يوسف ذكرت أكثر من مرة قضية أكثر الناس. أكثر الناس إشكالية خطيرة، ليست فقط في ذلك الوقت، في كل زمان، في زماننا كثير من الناس علقوا أنظارهم وقلوبهم بالأكثرية من الناس، ساروا حيثما يسير الأكثرية، قالوا بما يقوله الأغلبية، فعلوا ما يفعله الأغلبية من الناس. التيار السائد أو الغالب أو الأكثرية لا تعني الصواب ولا تعني الخطأ. الذي يعطي الأفعال والأقوال الشرعية ليس الكثرة أو القلة من الناس أو من الأتباع، لبداً أبداً. ولذلك في سورة يوسف يقرر فيقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقبلها قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثرية ليس الدليل. إذن ما هو الدليل؟ الدليل أن تنظر إلى ذلك الفعل في ذاته ونفسه. فهذا الدين، دين التوحيد، هو الدين القيم، اتبعه الأقلية، اتبعته الأكثرية، لا يغير ذلك شيء. زهد فيه الناس أو أدركوا حقيقته فاتبعوا، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. والكلام بطبيعة الحال كما ذكرنا موجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولنا جميعا. لا تجعل قلة من يتبع هذا الدين القيم تصدك عن السير على هذا الدين. لا تجعل قلة الناس الذين يسيرون على الحق تزهد في ذلك الحق أو تعتقد بأنه باطل. لا تجعل قلبك معلقا بكثرة الناس أو بقلتهم، كثرة الناس، قلة الناس، إقبال الناس، إدبار الناس عنك، لا تغير من الحقائق شيء. ذلك الدين القيم، دين التوحيد هو الدين القيم. ولكن السائد في ذلك المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه والبيئة التي كانوا يعيشون فيه الشرك، الكفر، ولكن ذلك لم يغير من الحقيقة شيء. اتبعوه أم لم يتبعوه، هذه قضية ثابتة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تدبروا معي في هذه الكلمة. قال: يا صاحبي السجن. اسلوب محبب، اسلوب فيه ود، اسلوب فيه صحبة، تذكير، تذكير للمخاطب أننا أصحاب، أن ما يدفعني إلى قول هذا الكلام ليس المصلحة، ليس مصلحة ذاتية ولا منفعة أنا أخذها من كلامي، ولكن حق الصحبة التي تجمع بيننا. تدبروا في الكلمات، أساليب الدعوة، أساليب التربية، أساليب التعليم، أساليب الإرشاد. يا صاحبي السجن،
وفسر الرؤيا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهنا وبعد تأويل هذه الرؤية وقع كذلك لبس أشرنا إليه في المرات السابقة. قلنا أن من أكبر الإشكاليات في كثير من التفاسير القديمة أو الحديثة، خاصة فيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام، أن الإسرائيليات تسربت بشكل كبير، فصدت الناس عن السياق الواضح البين لآيات الكتاب. يوسف عليه السلام بلغ درجة من الإحسان ما بلغها إلا القليل بشهادة القرآن له في هذه السورة العظيمة، وشهادة حتى الأعداء ومن عادوه ومن مكروا به ومن كادوا له. ولذلك حين نأتي إلى الآية التي تليها، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، نجد أن بعض التفاسير ذهبت إلى أن يوسف عليه السلام لجأ إلى ذلك لرجل أحد أصحابه بأنه الذي سينجو الناجي من السجن، بأنه ذكره فقال له اذكرني عند الملك، أخبره بحالي، أخبره بأني قد سجنت بظلم. ربما سياق الآيات لا يذكر شيئا من ذلك، اذكرني بأن يوسف في السجن، اذكرني بأني أحسن تأويل الأحاديث، لا يظهر ذلك من السياق. المهم اذكرني عند ربك، والرب هنا بطبيعة الحال هو السيد، كلمة مستعملة في ذلك الوقت أيضا وهي كلمة موجودة. اذكرني عند ربك الذي ستسقي له خمرا، اذكرني. وهنا ذهبت وتعددت الأقاويل، وبعض التفاسير الحديثة أو القديمة قالت بأن يوسف عليه السلام نسي ذكر ربه وأخطأ وأذنب، وعوضا عن أن يتوجه إلى خالقه عز وجل ليكشف عنه ما قد نزل به من طول مكوثه في السجن، لجأ إلى ما يعرف في عصرنا وزماننا إلى الواسطة. كلام غير صحيح. يوسف عليه السلام وقد قالها وسيقولها فيما بعد اجعلني على خزائن الأرض، يوسف عليه السلام ما كان متوجها في قلبه ولا في قالبه لغير الله. احنا ذكرنا أن أعظم ركائز الوصول إلى الإحسان أن تعبد الله وتتوكل عليه، وقد بلغ منهما يوسف عليه السلام درجة عالية رفيعة شهد له بها القرآن. إذن ما قاله حين قاله لهذا الناجي، صاحب الناجي، اذكرني عند ربك، ما كان يتعارض مع مفهوم التوكل على الله إطلاقا. اذكرني عند ربك، هل معنى هذا أنه لا يذكر الله عز وجل؟ أبدا، لا يتنافى. طلب جميل الطلب، إنسان حين يلتفت أو يأخذ بأسباب صالحة أو بوسائل صالحة وشفاعة حسنة، شفاعة الحسنة موجودة، لكن ما هو الشيء الذي ينبغي أن ألتفت إليه؟ أني حين أباشر الأسباب لا ألتفت إلى الأسباب فأنشغل بها عن مسببها، لا يلتفت قلبي إلى المخلوقين، هذا مهم جدا. لساني وجوارحي تعمل وتعطي وأقدم وأفعل، وفي محاولة لأي شيء لأخذ حق لي وليس لأخذ شيء باطل. يوسف عليه السلام حين قال له اذكرني عند ربك ما طالب بشيء لا يستحق، حين قال اجعلني على خزائن الأرض ما طالب هو بمنصب لا يستحقه أو لا يليق به أو هو غير مؤهل له. إذن مفهوم ما قال به يوسف يختلف تماما عن مفهوم كثير من الناس في زماننا من مفهوم الواسطة كما يقال. كثير من الوساطات التي يستخدمها الناس في حياتنا اليوم هي ليست لأجل إحقاق حق ولا لأجل إحقاق منفعة عامة إطلاقا، الغالب عليها أنها تحقيق منفعة ذاتية شخصية على حساب منفعة عامة. وهنا تكمن الخطورة، أنا لأجل أن أعطي إنسانا أو قريبا أو صاحبا أو صديقا أو جارا منصبا معينا بمرتب بمزايا عالية أضيع المصلحة العامة لأجل المصلحة الشخصية، هذه لا تسمى شفاعة حسنة، هذه لا يقبل بها الله سبحانه وتعالى، تضيع الحقوق، هذا بخس لحقوق الناس.
وقد أمرنا في قوله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ألا نظلم وألا نبخس الآخرين حقوقهم. إذن ما قال به يوسف هو طلب الحق بكل تأكيد، سعي في سبيل أي شيء، إحقاق حق هو كان يستحقه. ولكن الله عز وجل كانت له حكمة في وراء الأحداث أن لا يخرج يوسف في ذلك الوقت وفي تلك الفترة. ربي عز وجل الذي أدخله هو السجن بسبب أن يكون نجاله من تلك البيئة الفاسدة المنحرفة، هو الذي سيخرجه من السجن في الوقت الذي يختاره ويشاؤه هو سبحانه. لماذا؟ لحكمة، حكمة في علمه. وهنا نتعلم من جديد أن هناك بعض المطالب المشروعة في حياتنا قد تتأخر. أنت تريد مشروع زواج، مشروع مال، مشروع تجارة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى، وتدعو وتلح في الدعاء على الله عز وجل، ولكن ربي عز وجل يشاء أن يؤخر عنك ما تطلبه. هذا ليس مدعا للجزع ولا للسخط، ولا أن تقول دعوت الله فلم يستجب لي، أبدا، بل هذا مدعاة لأن تتأمل في حكمته عز وجل، وأن تحسن الظن به، وأن تتيقن تماما أن تأخير المسألة عن الوقت الذي أنت تريده إنما هو لأن الله يريد لك شيئا أفضل بطريقة أحسن. وهذا ما حدث مع يوسف تماما. يوسف عليه السلام ربي عز وجل أخر ذلك الأمر وجعله يلبث في السجن بضع سنين لأجل أن يخرج من السجن خروج الأبرياء، خروج الأبطال، خروج المنتصرين، وليس خروج المنهزمين، ولا خروج ناس إنسان أدرك بأنه قد سجن هذا الشخص فيعفو عنه. لا، براءة يوسف ما كانت قضية يتداول بها أو تباع وتشترى ويساوم عليها. ربي عز وجل أراده أن يخرج خروج الإنسان الذي ليس فقط ظهرت براءته، وإنما ظهرت براءته وطلبوا كذلك منه أن يكون عزيز مصر وقد كان. تدبروا معي، أشياء تتأخر في حياتك ولكنها تتأخر لحكمة، تتأخر لغاية، تتأخر لأجل أن تصبح بشكل أفضل. تتأخر، وحين تتأخر عليك ألا تشتغل بذلك المطلب الذي طلبت، وهذا معنى الإحسان. ويوسف كان من المحسنين. إحسان، تعبد وتتوكل. فإذا أنشغل بأي شيء بما طلبت؟ لا، أنشغل بما أمر الله به. وماذا أمرني؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تدبروا في التناسب. إذا أنا أشتغل بالعبادة ويتوكل قلبي على الله أنه سيحقق لي سبيل النجاة ولو بعد حين. وقد حدث. كيف حدث؟ عن طريق رؤيا رآها الملك في ذلك الوقت، وما وجد من حوله من الملأ من يكون عونا له على تعبير تلك الرؤية. وهنا وفي ذلك الموضع تحديدا تذكر الناجي الذي نسي أن يذكر قصة يوسف، تذكر يوسف الصديق، وجاء يهرع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن لأي شيء، لأجل أن ينبئه بقضية تأويل رؤيا الملك التي جعلت سببا لإظهار براءة يوسف عليه السلام على الملأ. الناس كانوا قد نسوا قصة يوسف، ولكن القرآن العظيم والدين هذا، الدين العظيم، دين الأنبياء هذا، أراد شيئا آخر، أراد الله به شيئا آخر، أراد أن يظهره ولو بعد حين، ولو بعد حين أراد أن تظهر تلك الرسالة، أراد أن تظهر تلك البراءة والنزاهة والعفة التي منبعها التوحيد والإيمان بالله عز وجل. وهناك بدأت حلقة جديدة في حياة يوسف عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.